إزاي أقدر أتغلب على شهرتي للحلويات وإدمان الحلويات؟ تناول الحلويات عند كتير مننا بيساعد الدماغ على إفراز الهرمونات بتاعة السعادة، فلذلك لازم نبدأ ندور على حاجات أو بدائل تانية تسعد أو تخلي اليوم بتاعنا أو مزاجنا يكون حلو. السكر بشكل عام أو الكربوهيدرات بتعتبر المصدر الرئيسي للطاقة، فكتير جدا مننا لما بيجي يعمل نظام غذائي بيمنع النشويات ويمنع الأشياء اللي فيها مصادر للسكر، لذلك كتير مننا بيلجأ للحلويات. لذلك لو بتعمل نظام غذائي حاول تدور على البدائل الطبيعية للسكر، وخاصة اللي بتكون موجودة في الفاكهة طبعا بدون إفراز. ممكن نخلي عندنا بدائل تكون صحية أكتر من الحلويات اللي بيكون كلها زيوت وكلها سكريات، زي مثلا المهلبية أو الرز بلبن مثلا، مع تقليل كمية السكر اللي بنضيفها فيه. الأهم لازم نتذكر إن الحلويات مش إدمان زي المخدرات، يعني تقدر تتوقف عنها لو أنت حابب أو عايز توقف، بس عشان تقدر تتوقف لازم المسألة تكون بشكل تدريجي، لأنك لو حاولت تتوقف فجأة على شيء اتعودت عليه صعب جدا عليك تقدر تستمر. فمثلا لو أنت متعود تاكل الحلويات بشكل يومي، ممكن في البداية نخليها يوم آي ويوم لأ، بعدين هقدر أخليها مرة في الأسبوع، بعدين هقدر أخليها مرة في الشهر. ما تجوعش نفسك اكتر من اللازم، لانك لما هتجوع نفسك اكتر من اللازم هتبدأ تدور على البدائل غير الصحية للاكل، وخاصة الحلويات والسكريات. لو الرغبة الشديدة ديت في الحلويات بتجيلك وخاصة في الليل، ممكن نعمل استراتيجية جميلة جدا ان انا ابدأ ابدل وجبة الغداء مع وجبة العشاء. يعني لو انا من الاشخاص اللي دايما بيجوع في الليل، ممكن اخلي وجبة الغداء بتاعتي تكون وجبة خفيفة، ووجبة العشاء بتاعتي هي الوجبة الرئيسية. هو الكلام ده ينفع؟ اه ينفع، اهم شيء الشخص ما يتناولش سعرات اكتر من السعرات اللي بيحتاجها جسمه. نحاول كمان نقلل من المشروبات الغازية والعصائر المليئة بالسكر، لان ديت من الحاجات اللي بتخلينا يكون عندنا نهم كبير للحلويات. حاول تتجنب ان انت تتسوق وانت جعان، لأنك تسوقك وانت جعان ممكن يأثر على قراراتك ويخليك تتجه ناحية الحلويات أو الأغذية بشكل عام الغير صحية. لو اضطريت ان انت تشتري الحلويات بكميات كبيرة، حاول ان انت ما تفوتهاش على البيت، او تشتري على الأد، تبقى مثلا كمية صغيرة جدا بحيث كل فرد من افراد الأسرة يأكل قطعة وما يكونش لها بواقي لتاني او تالت يوم، ده هيخليك تأكل كميات اكبر. كذلك العروض اللي بتكون موجودة على الحلويات او المعجنات، فبتضطر ان انت تشتري كمية كبيرة، ما تشتريش العروض، اشتري على القد بس. الشعور بالجوع بين الوجبات ده بيخلي كتير مننا يلجأ للحلويات، فممكن ناخد سناكات صحية بدل الحلويات. ممارسة الرياضة مهمة جدا، لان الرياضة هتساعدنا في افراز هرمون الاندروفين، ده بيحسن الحالة المزاجية. زي ما قلنا في بداية الفيديو ان تناول الحلويات عند كتير من الاشخاص بيزيد هرمونات السعادة بشكل عام، فالرياضة هتساعدنا في تحسين الحالة المزاجية. شرب المية بشكل عام هيقلل الشعور عندي بالجوع، وممكن يساعدني كمان في تقليل النهم للحلويات. لما تشعر بالجوع ما تسيبش نفسك جعان، حاول تاخد وجبة خفيفة او وجبة صحية، بدل ما في النهاية هتلجأ او هتلاقي نفسك بتضطر تاكل حلويات. التدخين عند كتير من الاشخاص ممكن يخرب عندنا البراعم بتاعة التذوق اللي في اللسان، لذلك هتلاقي نفسك قاعد تاكل كميات كبيره من الحلويات من غير ما تشعر بطعمها او من غير ما تتذوق، فحاول لو انت من المدخنين تقلل او تبعد عن التدخين. لو انت لازم تاكل حلويات، نصيحتي ليك ما تاكلش الحلويات وانت جعان، خليها دايما بعد الوجبه، ده هيقلل من الكميه اللي انت قاعد تستهلكها من الحلويات. حاجه كمان، بعد ما تخلص تناول الحلويات حاول تفرش اسنانك بالفرشه والمعجون، ده هيضيع طعم الحلويات من الفم بتاعك. بعد ما كمان مفرش اسناني، ممكن اشرب شاي او قهوة مثلا بكمية قليلة من السكر او خالي من السكر او اي مشروبات عشبية، ده كمان هيضيع طعم الحلويات من الفم بتاعي، وده هيساعدني ان انا اقلل الكمية بشكل كبير. طب عملت كل النصايح ديت وعندي لسه نهم شديد جدا للحلويات، في الحالة دي انت ممكن تكون عندك مرض، ممكن يكون مرض نفسي، في الحالة دي انت ممكن تكون في حاجة للجوء لطبيب نفسي، لان في حاجة بيسموها شراهة او نهم الاكل، ودي هعرفها ازاي؟ لو انا عندي عدم سيطرة كاملة على الاكل وبفضل اكل كميات كبيرة جدا 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 بدون اي تحكم، لدرجة انه ممكن يحصل لي الام في البطن، ممكن يحصل عندي ترجيع بسبب كثرة الاكل من غير ما اشعر بالكمية ولا بطعم الاكل اللي انا اكلته. في النهاية ما تنسوش مشاركة الفيديو ولايك وكومنت.